لم تلق التظاهرات الشعبية في العراق اهتماما دوليا كافيا يناسب حجم الحدث وأهميته وتأثيره، ليس على العراق فقط بل على المنطقة ككل. فتسليط الضوء على تلك التظاهرات من محيط العراق إعلاميا أو سياسيا جاء على استحياء ومر مرورا سريعا، لكن أكثر ما يثير استغراب المراقبين للمشهد العراقي الصمت الإيراني على المستوى الدبلوماسي تجاه ما يحدث في بلد تهيمن على مقدراته وترسم له خطه السياسي منذ 15 عاما. ورغم أن التظاهرات الشعبية لم تخل من رسائل نارية واضحة وجهها المتظاهرون إلى إيران رافضين وجودها ومحملينها مسؤولية وصول العراق إلى شفير الانهيار الاقتصادي، وذلك من خلال إحراقهم صور الخميني الذي يعتبر أكبر رمز للنظام الإيراني. احترق الخميني، احترق، احترق الخميني، الله أكبر. رغم ذلك كله نأت إيران بتصريحاتها عن العراق، ولكنها لم تنأ بأدواتها عن التدخل في عمق المشهد. فميليشيا الحشد التي تعتبر اليد الضاربة لإيران خرطت بشكل كبير في قمع التظاهرات، وكانت الوجهة الأولى التي لجأ إليها حيدر العبادي عند اشتعال الغضب الشعبي، وجاءت إشادته بميليشيا الحشد ونائب هيئته أبو مهدي المهندس بمثابة تسليمه راية قمع التظاهرات وإخمادها. ولم يخف حراك التظاهرات حالة الاحتقان الشعبي ضد الأحزاب والميليشيات الموالين لإيران. وفي المقابل لم تخف الأذرع الإيرانية نقمتها على المتظاهرين، فهذا زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي هدد بقطع يد المتظاهرين واعتبر أن التظاهرات وصلت إلى نهايتها المحتومة كونها لم تخرج من عباءة المرجعيات ولم تستظل بوصايتها. ويعزو مراقبون الصمت الإيراني الرسمي إزاء التظاهرات إلى إدراكها لحساسية المشهد في العراق وخوفها من وصول التظاهرات إلى مرحلة تهدد وجودها في حال صرحت علنياً بموقفها، فالتزمت الصمت وتركت أدواتها تعبر عن موقفها أوضح تعبير. الأحزاب كتلة أخوية حارقين دبي على الرصيف،